مباشر من الموقع الأثري لكسوس العرائش في استقبال الدراج عبد الفتاح بالبركة الذي قام بجولة سياحية من الشرق إلى الغرب من وجدة إلى العرائش بواسطة دراجة هوائية على مسافة 870 كيلومتر أزيد من 870 كيلومتر. هذه الرحلة هذه اللي استغرقت 9 أيام اليوم محطة طنجة العرائش. إذا الآن في استقبال الدراج بموقع لكسوس الأثري، نحاول ما أمكن نخصو واحد الاستقبال خاص للدراج لأخذ ارتساماته ورحلته، يعني الصعوبات التي واجهها في هذه الرحلة وكذلك ما يمكن استثماره في هذه الرحلة لتطويرها في المستقبل. احنا كتلاحظوا عندنا هنا الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة طنجة والعرائش على مسافة 80 كيلومتر ما بين العرائش وطنجة. الموقع نحن في الموقع الأثري لكسوس الذي يعد يعني أقدم موقع أثري في إفريقيا. موقع لكسوس الأثري الذي عرف تعاقب عدة حضارات من الحضارة الفينيقية، الحضارة الرومانية، الحضارة الإسلامية. كنلاحظوا الآن هذا هو الحي الصناعي، هذا هو الحي الصناعي، الحي الصناعي كان هو لتصوير السمك. بالضبط هي الرحلة إيكولوجية يعني، ولهذا فموقع أثري لكسوس هو موقع تاريخي، موقع أرتيولوجي، وبالإضافة إلى ذلك موقع إيكولوجي كما كتلاحظوا، موقع كيتوجد يعني في مدخل مدينة العرائش على مسافة حوالي 4 كيلومتر، ويعد أقدم موقع يعني كيوجد في فضاء طبيعي وبالقرب ديالو كذلك الواد، واد لوكوس. ها هو واد لوكوس يعني على ما على يعني بجانب موقع الأثري لكسوس. بارطاجيو وعلقوا، طرحوا الأسئلة ديالكم، يمكن تفاعلوا معنا. إذا نخصص استقبال خاص للدراج عبد الفتاح بالبركة، الفتاح عبد البركة الذي قام بزيارة يعني سياحيه لمجموعه من المدن، مر بمدينه، انطلق من مدينه وجده، الناظور، الحسيمه، سطيحات، الجبهه سطيحات، واد لاو، المرجه الزرقاء، وكذلك طنجه. ومن خلال هذه الزياره قام بتوثيقها يعني منشوره في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في المواقع الالكترونيه. هذه الرحله هي تعد يعني رحله يمكن نقول بانها ذاتيه ديال هذا، ولكن يمكن تطويرها في المستقبل. أيوب أو يوسف هشام، أبو هشام، مرحبا، مرحبا بك. إذا ها هو الدراج يعني قريب الوصول ديالو، قريب الوصول ديالو يعني غادي يحصلوا واحد الاستقبال خاص. Estamos en la espera de nuestro corredor con una ciclista del, del este al norte de Marruecos. هاد الرحلة ديالو راه هي الثانية، ودابا حنا هاد العام هذا كان العام اللي فات مع الأسف ما تخصصلو حتى شي استقبال، ولكن دابا حنا صحابو وداكشي وأصدقاء ديالو، بغينا هاد الرحلة هادي نخصصلو واحد الاستقبال ولو رمزي يعني باش نشعرو بالأهمية الرحلة اللي قام بها والمغامرة اللي قام بها، لأن كتعرفوا بأن الرحلة في هاد الوقت هذا في ذروة الصيف
ومع كاين الزحام ديال المواصلات والطريق وداكشي اللي فيها الاخطار وفيها المغامره. ورغم ذلك يعني وقام بواحد الرحله وتكلت بالنجاح، يعني ما وقع له حتى شي حادث، يعني الرحله كانت مرت بسلام، ولكن كان فيها اكتشاف، مجموعه ديال الشواطئ، مجموعه ديال المواقع الايكولوجيه في هذا الساحل المتوسطي، مرورا من يعني من السعيديه، ناظور، كذلك راس الماء، كذلك زار راس الماء، حسيمه، مجموعه من جزيره النوكور، يعني كل هذه المناطق كلها مر منها وهي موثقه بالثوار. يمكن لكم تراجعوا للفيسبوك، يمكن تلقاو هذه الرحله، رحله ممتعه وخص تكون جماعيه لانه قام بها فردي. يمكن مثلا نقول بان على مسافه 78 كيلومتر هي مسافه قصيره، ولكن هي رمزيه، يعني الاهميه ديالها هو رمزيه ويمكن تطور في المستقبل. كنتمناها يعني بغيت منها يعني اي مؤسسات او اشخاص او جمعيات او كذا يمكن تطور. يتواجد بالموقع الاثري ليكسوس على مسافه 4 كيلومتر من مدينه العرائش لاستقبال الدراج عبد الفتاح مبارك الذي قام بجوله سياحيه من الشرق الى الغرب، شرق المغرب الى الغرب، على مسافه 870 كيلومتر. والرحله استغرقت 9 ايام. احنا تبعناها في الفيسبوك وكذلك المواقع الالكترونيه، يمكن لكم تزوروا الصفحه ديالو وكذلك المواقع الالكترونيه. هذه الرحله هذه بالنسبه لي انا اهم اكتشاف فيها، كنعرفوا بزاف ديال المناطق في الساحل، يعني في الطريق الساحلي من السعيديه ومن هذا الى مدينه طنجه، كله يعني معروف بالشواطئ ديالو، الجماليه ديالها، وكذلك جماليات المناطق اللي كيمر حاليا لها. وهذه المنطقه كما كتعرفوا الطريق الساحلي هو مازال يعني مازال بكر كما كنقولوا فيارج، ما فيش يعني خدمه ديال السياحه، ما فيش مرافق، يعني كنلقاو ما كاينش لا ما كاينش الكامبينات، ما كاينش يعني الكامبين، ما كاينش فنادق، ما كاينش يعني باقي خاوي، باقي فيارج. ها هو عبد الفتاح يعني قريب، يعني دخل، ها هو ماجي، يعني دابا الان ها هو وصل عبد الفتاح، على مقربه يعني مسافه قصيره. وصل يعني وصل يعني عبد الفتاح هو كيف كتلاحظوا يعني تقريبا محطة الوصول إلى مدينة العرائش بموقع ليكسوس الأثري. إذا قربت المسافة ديالو بعد ما مر قطع ما يزيد على أزيد من عبد الفتاح بالبركة، يحل بمدينة العرائش وبموقع ليكسوس الأثري بعد قطع مسافة 890 كيلومتر، يعني وصلتي تقريبا 1000. هو مسافة ها هو عبد الفتاح بن حمود مو، استقبال خاص رمزي. الحمد لله والله ما عندي الناس كنبرافو مني شرفتو بهذا اللقاء، شي حاجة كبيرة بهذا غير مشرفتونا باللقاء كاع يعلم والله الا شي حاجة كبيرة. إوا دابا تحولوا من الطريق بعدا، إذا عبد الفتاح المباشر كيتبعوك واحد العدد كبير من الناس، الأصدقاء كلهم اللي كنعرفوهم الدوكيلي، بزاف يعني بزاف، وبالأخص يعني الناس كي جام يعني بزاف هما كاملين يعني كيتزادوا العدد ديالهم وداك الشيء. عبد الفتاح رحلة فريدة من نوعها، يعني وحيد، مغامرة فريدة. الى يمكن سابقا قدر الى سمحتي ندورو هكذا مع ليكسوس واخا جايين بالطريق هنا. لا خليك لان الريح كاينه، الريح حنا كنقولوا هذا مباشر بلا تنحط السياره ديال العجله اذا ها هي السياره الدراجه العجيبه اللي التي جابت المغرب من شرقه الى غربه على مسافه التي اطلقت عليها اسم الفونتوم. الفونتوم يا الفونتوم وهي الشبح، شبح يعني دراجة الشبح، هي دراجة غريبة فريدة وعاد تدخل في جينيس، يعني على جينيس دراجة، دراجة عبد الفتاح
كيفاش هي الخاصيه ديالها بعدا الاولى نعرفوا هذه الدراجه في الاولى؟ المهم انا غادي نتحدث شويه على الرحله باش نقولوا اذا الخوذه قصه الخوذه العجيبه اللي في الحقيقه كتحمي الدراج من الاخطار ديال الطريق وديك الشيء. بالنسبه للرحله نعم الرحله جات استمرار لبقيه الرحلات ديال السنه الفارطه. العام اللي فات عملت الشق الاول والشق الثاني. هذا العام الشق الثالث. هذا العام قررت باش غادي نربط مدن الشرق مع الغرب بواسطه الدراجه تحت الشعار اللي حنا عطيناه الدراجه الهوائيه دعم للسياحه الايكولوجيه. دعم للسياحه الايكولوجيه بحكم ما نبقاوش في السياحه غير في البحر خاصه العريش. الى خدنا العريش السياحه الايكولوجيه خاصها تكون ثقافه اخرى اللي فيها البحر والواد والجبل. درت مجموعه ديال المدن ابتداء من وجده مرورا عبر مدن الريف كامله. لقيت اغلب المدن اغلب القرى تيرتكزوا غير اما على البحر واما على الجبل واما على الواد. العريش كتجمع هاد الثلاثة، هناك الجبل هناك البحر هناك الواد هناك حتى الغابة. إذا اش كيبقى؟ تيبقى لينا هي نستثمروا هاد الرباعي وربما غادي تكون سياحة داخلية أحسن وأحسن بكثير. لكن كيفاش غادي نستثمروا هاد الرباعي؟ هناك ناس اللي هما مختصين في الميدان يمكن يستثمروا القطار. نتكلموا شويه على الرحله بدات من وجده، مدينه وجده مدينه شرقيه عبر مدن الريف كامله الى مرورا بطنجه ووصولا الى مدينه عريش. علاش بدينا مدينه وجده؟ لان الشق الثاني العام اللي فات وقفتوا في مدينه وادلو. بالنسبه لهذ السنه اذا قلت غادي نبدا بمدينه وادلو انطلاقا الى مدينه وجده صعوبه الطريق فيها العقبات بزاف، يعني غادي يوقع واحد شويه ديال الملل بالنسبه لي انا نقدر ما نكملوش ليطاب الثالثه. اشنو قال؟ غادي نمشي لمدينه وجده غتكون مدينه الانطلاق والوصول غادي يكون مدينه العريش وفعلا تحققت هذه الامنيات. لكن الرساله اللي كنبغيو نوصلوا هذه الرحله هي اذا كانت الرغبه الناتجه عن احساس داخلي لوصول الهدف او المبتغى ستحقق. والعراقي كامله عارفه الحق. وحنا كناس ديال التربيه هذا مساله التلاميذ جاونا. إلا كنا باغي تقرا وباغي تزيد لقدام العراقي نخليها عطار. رغم السن ديالي فهاد السنة استطعت باش نقتاس 130 كيلومتر في ظرف 9 أيام. يعني 130 في ظرف 9 أيام راه هناك 80 كيلومتر تقريبا في اليوم. بالنسبة للوجيستيك هاكا تشوفوا كل ما احدث كيفاية بآلة التصوير باحتياط ديال العجلات احتياط ديال الماء الجيوز ديال اللي كنحتاج كامل. يعني شنو عندك تما الماكلة؟ بالنسبة للأجهزة اللي عندي هنا كتقسم على ثلاثة. كاين أجهزة اللباس، كاين ملابس، كاين التغذية، وكاين احتياط ديال الدراجة، وكاين أدوية ممكن تعرضوا لأي حاجة في الطريق. ثم لابد من هاتف نقال. هاتف نقال ضروري منه. علاش؟ للتواصل. كاين الإخوة اللي كيكونوا متابعين عبر بالرسالات، كاين اللي عبر الفيسبوك، كاين الإعلام حتى هو تيعرف فين وصل. ثم كاين هناك مشكل ديال شحن البطارية. البطارية كاين في المخيمات إلا جينا نهضروا كاين مشكل ديال التيار الكهربائي. البطارية خاصها تشحن، خاصو يكون معك واحد الخزان ديال البطارية بالطاقة الشمسية، باور بانك لينيرجي سولير.
غادي نواصلوا معك جميع يعني الصعوبات اللي واجهتيها في الريحه من ناحية التقنيه. من ناحية التقنيه ما لقيت صعوبات من ناحية التقنيه، يعني مرت بسلام، يعني بسلام. كانت الفانتوم كانت ساعدتك يعني؟ الا واحد حاجه بسيطه. واحد العطب تقني بسيط في العجله، هو استبدال الريو يا الشعاع. قصه الريو هذه هذا التهرس. علاش التهرس؟ راجع لنوعيه الطريق. ما بين الحسيمه والجبهه، قررت باش نزور شاطئين، شاطئ طوريس وشاطئ كالاريس. هاد الشاطئين الطريق غير معبده، يعني عباره على ورش كيصوبوه دابا، عاد كيصوبوه. دزت انا بالدراجه، كان مشكل ديال الثقل والطريق ما معبداش. عادي وقع بحال هادشي، ولكن عرفت كيفاش نصلح. بالنسبه باش نوقفوا واحد الفاصيل، يعني الاخوان هاهم كيحيوك كاملين اللي معروفين بالتواصل الاجتماعي بزاف، الدوكيلي، قرشالي، محمد البايز الى اخره، مجموعه ديال الاشخاص كاملين كيحيوك، كيوجهوك التحيه وكيقول لك الحمد لله على سلامتك. شكرا لهم كاملين، واخا ما حضروش لا دار لي ظروف منها. وضيف بالنسبه للتعليق ديالي على الرحله درستها، كانت رحله مبرمجه في هذه السنه، رحله كانت عندها برنامج محكم فيه التوقيت الزمني، فيه ايضا المدن اللي غادي خصني نزورها. استعملت هذه السنه الطريق الشاطئيه من وجده الى طنجه. درست ايضا حتى المبيت، الى هضرت شويه على المبيت، كنت كنستعمل الفندق، كنستعمل الكومبينغ يعني المخيم. على ذكر المخيم، عندي لاطون ديالي، عندي الحوايج ديال الناس، عندي كل شيء ديال المخيم، لكن المخيمات خاصهم نقاش بوحدو. هناك مخيمات في المستوى، هناك مخيمات ناقصه في التجهيز، في البنيه التحتيه ديالها. خاص لابد اعاده النظر فيها، لان هناك السياح الداخليين باش يشجعوها، خاص مثل هذه المخيمات تكون البنيه التحتيه ديالها مجهزه مزيان، رغم ان الاثمنه كتختلف من حين الى اخر. وخاص يا عبد الفتاح نواصلوا معاك، ناخذوا واحد الزاويه اخرى ديال التصوير. نعم. بعد ما نخليك تاخذ واحد النفس واحد الاستراحه، وغادي نواصلوا معكم الاخوه اللي كيتبعونا كاملين، غادي نواصلوا الحوار فواحد الوضعيه افضل، لاننا كاينه الرياح وكاينه الطريق الرئيسيه كنسمعوا الصداع وداك الشيء، ولكن رغم ذلك حاولنا نقول لكم الصوره. تبارك الله عليكم اللي كيتبعونا كاملين، كلشي كيتبعنا، وتواصلوا بارطاجيو، طرحوا عليكم الاسئله، اللي بغى شي سؤال يوجه للسي عبد الفتاح احنا مستعدين. تبارك الله عليكم.